السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح عليكم من أم الدنيا مصر. وأنا دكتورة ندى الشيخ، طبيبة أنف وأذن حنجرة، متخصصة في جراحة الأنف والجيوب الأنفية من المملكة العربية السعودية. راح أحكيكم حاجة بسيطة عن الشخير. الشخير طبعاً واحدة من المشاكل المنتشرة بين الناس، وكثير بيشتكوا منها سواء نساء أو رجال، يمكن شوية أكثر في الرجال من النساء. الشخير له أسباب كثيرة، راح أتطرق فقط لمعرفة أسباب الشخير بشكل عام. يعني من أسباب الشخير هي زيادة الوزن أو السمنة، وهذا الشيء ممكن أنه يؤدي إلى وجود الشخير. كذلك من أسبابها هي ترهل الأغشية أو العضلات في سقف الحلق. من أسبابها أيضاً قلة النوم، وبالتالي عدم النوم يؤدي إلى أن الإنسان ينام وهو تعبان، فيؤدي إلى حدوث الشخير. شرب المنبهات قبل النوم أحد أسباب الشخير. كذلك من أسباب الشخير هي وجود بعض خلينا نقول الإشكالية أو المشاكل في الأنسجة تبع الأنف أو الحلق أو البلعوم، ومنها وجود انحراف في الحاجز الأنفي أو تضخم في قرينات الأنف السفلى. كل هذا ينتج عنه شخير. الشخير ينتج عن وجود أصلاً إنه مجرى التنفس يكون فيه انسداد جزئي في مجرى التنفس، وهذا يؤدي إلى أن الهواء عند خروجه من الأنف يكون فيه turbulence أو ما يسمى ب أن يكون في انسداد جزئي، فيؤدي إلى أن الهواء لا يخرج بشكل سلس أو بمجرى سلس، وبالتالي يؤدي إلى حدوث هذا الصوت المزعج أثناء خروج الهواء من الأنف. أنا أتمنى من كل اللي يعانون من الشخير يعني أن استشارة طبيب، خصوصاً طبيب أو جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وإذا كانت هناك عوامل بإمكانهم تصحيحها مثل وجود سمنة بسيطة أو وجود حساسية في الأنف وانسداد في الأنف، أنه يلجؤون إلى التصحيح قبل اللجوء إلى الجراحة، لأن الجراحة هي فقط تحل مشاكل الشخير الناتجة عن تشوهات أو عن مشاكل تستدعي التدخل الجراحي. شكراً لكم، أتمنى أن المعلومة فادتكم، وأتمنى دوام الصحة والعافية للجميع، وشكراً.